مسحت جيمز مقطع جديد للمتشافين في 18 حل تحدي المنافسات الكبرى. طبعا قبل بدايه المقطع الهاب اقول لكم انه قلت لكم في مقطع كارليتو انه غدا بدايه جديده. طبعا هذا بوب السلسله، السلسله راح تتأدى ليوم الخميس باذن الله. ويلا خلينا نبدا في حل المنافسات الكبرى. طبعا المنافسات الكبرى هذه التحديات الاربعه: ارسنال ومان سيتي، تورنتو ضد نيويورك، وبايرن ميونخ ضد فرانكفورت، وتشيلسي ضد اولمبيك لين. فخلينا نبدا مع ارسنال والسيتي. طبعا التحدي هذا هو كلفنا كثير، لكن الثلاث لعيب ذول مجان عندي في النادي. خلينا نستعرضكم الاسماء: بورس، بعدين اورير، بريتوس، كلارك، تشيلويل، ديفيد لويز، روميو، اورلاندي، زيلان، دي فور، خيسوس. فاول تحدي شو نسوي؟ نرسل. يلا ارسلنا. طيب التحدي اللي بعده تورنتو ضد نيويورك، حزمة اللاعبين الالكترون بالجائزة. الاول واحد حق ارسنال حزمة لاعبين ذهبيين متميزة: الحارس كيمبن، بعدين فاندر ويل، سميث، لونج، ناكبي، مارتنز، بيرلو. طبعا انا حطيت بيرلو، لا احد يقول لي اذا مو عندك بيرلو انا ما ابغاه اصلا محتاجه، فجيب اي واحد من نيويورك لانه سعرهم مرتفع 10,000 وانا ما ابغى ادفع. فلان فير ب 1600، ابارة، كونيتشي، حسين، او لا حسين ايه، وكمبن. فنرسل التحدي. يلا نروح للتحدي اللي بعده اللي هو بايرن ميونخ فرانكفورت، حزمه ذهبيه متميزه جامبو: باتشي، توجان، لينهارت، اوربان، بيريسيتش، سرودبل، كزيرفيتش، هافرتس، ستيفن، فابيان، بارلتس. نرسل التحدي، حزمة ذهبية متميزة جامبو. التحدي اللي بعده تشيلسي ضد أولمبيك ليون: إدواردو الحارس 75، ياغو كارلوس، فيليبي، هيلتون، وتافيو، خيسي، تراوري، توسارت، فرج، وبيريتش. نرسل التحدي ودينا حزمة اللاعبين المختلطة النادرة. فحاليا سوينا التحدي، نفك معاكم الباكجات. فيلا خلينا نسوي تكتيك الدرافت. يا رب يجينا لاعب كويس يعوضنا على اللي سويناه. تقريبا خسرنا 41,000، انا بنعوض. لو نعوض ب 42,000 او نرجع ال 41,000 كامله. فيلا عندنا اول باكج حزمه اللاعبين الالكترون، فخلينا نفكه. يلا نقول بسم الله ان شاء الله. شاشات؟ لا ما في شاشات، لكن لاعب يلمع ان شاء الله من التحديات نبيعه. حلو حلو، المعيوف ذول كلهم هنا. كويك سل بقى، خلينا نشوف اسعارهم. طيب انت هذا نحطه ب 650، وأنا أقول لكم ما راح أكمل معاكم تفتح الباكجات لأنه بياخذ وقت طويل. ويلا هنا وصلت المقطع، كان معك فيرست جيمز، نشوف مقطع ثاني، مع السلامة.